لك طلائع الجيش ده الحصان الاسود، ما اعرفش ايه اللي حاصل في طلائع الجيش حقيقه، ما عنديش فكره يعني، ما عنديش فكره ليه النتائج مترديه كده، او ليه يعني الاسباب الحقيقيه لكده، لانه الفرقه تيم تقيل، في عناصر، في لعيبه جامده جدا يعني، اللي هي بيها تقدر تحقق نتائج كويسه. فلما تبص على جدول الدوري تلاقيه في المركز الاخير، هو الامر صادم شويه مع الاسماء اللي موجوده ومع الامكانيات المتاحه في فريق طلائع الجيش. تصحيح الاوضاع شيء مطلوب. النهارده الكابتن طارق العشري هو اللي بيعتذر عن عدم الاستمرار، ولسه ما فيش قرار فيما يتعلق بمن هو المدير الفني القادم لصفوف الفريق، او سواء اذا كان سيتم الاعتماد طبعا على الكابتن طارق العشري مره ثانيه والحديث معاه مره ثانيه. عموما كل الامور مفتوحه على مصراعيها، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل.